أهلا بحضراتكم مرة تانية. كلمنا حضراتكم الأسبوع اللي فات في ملف الدور المجتمعي اللي لازم كلنا نتضافر ونقوم بيه الحقيقة في مجالات عديدة جدا جدا. من ضمن المؤسسات اللي بتقوم بدور مجتمعي مهم للقرى الفقيرة والأشد احتياج تحديدا اللي ما عندهمش مياه هي مؤسسة نبض الحياة، بتقوم بدور مجتمعي مهم جدا جدا بتوصيل المياه أو شبكات المياه، بتساهم في ده طبعا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. معانا النهارده الشيخ محمد رضا عبد العزيز من علماء الأزهر الشريف. مساء الخير يا فضيلة الشيخ وأهلا بحضرتك معانا. دكتور الله يبارك فيك. أهلا بيك. خليني أكلم حضرتك في البداية عن أبرز وأهم الأدوار والأعمال اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، مؤسسة نبض الحياة تسير على درب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قضى لأخيه المسلم حاجة أفضل ممن يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. قضاء حوائج الناس من بناء مساجد، وصلة مياه، سقي الماء، حفر أبار، كسوة أيتام، مساعدة أي محتاج، أي نوع من أنواع الاحتياج، فالمؤسسة بتقوم بهذا العمل. والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فدائما حرص المؤسسة على أن تساعد كل محتاج في أي ناحية من مناحي الحياة. لذلك كان دائما بنبحث ما هو أفضل الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان، وكان من الحاجات المهمة جدا اللي هو المية، لأن المية دي أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يمكن حضرتك أنا دلوقتي لو إحنا في المكان ده ومحتاجين نشرب مية، أنت بتشرب حضرتك مية معدنية أو أنا بشرب مية معدنية، لكن ما لقيناش مية معدنية، فعرضوا علينا الكوب الماء ده وقالنا إيه، تشرب مية من الحنفية؟ وأنا عطشان، هشرب ولا لأ؟ على حسب. لا هشرب. ممكن لأن الكبد يحتاج إلى ماء. ما بالنا بمن يوجد في مكان ليس فيه اي، لا هو يعني احنا عندنا على الاقل اختيارات، لكن الناس دول ما عندهمش اختيارات. ده حضرتك احنا بنقول انا ما بيكون فيه اختيار، فانا في حاله ان ما بلاقيش غير ده بشربه. طب اللي ما عندوش خالص يبقى محتاج اللي يساعده. طب مين اللي يساعده؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه مال، ربنا سبحانه وتعالى اعطاه القدره على انه يساعد الناس ديت اللي احنا بنروح لها. يعني يمكن بفضل الله سبحانه وتعالى لابد ان استكشف. احكي لي فضيله الشيخ عن تجاربك في الموضوع ده. يعني احكي لي كده، عايزك نقرب للناس شويه الصوره. بتروح يعني القرى، التعامل بيكون ازاي؟ الناس حالتهم بتكون ازاي؟ حاله يعني احنا لما بنتكلم عن ان احنا هنوصل ميه او هنحفر بير، ده كلام احنا بنسترسل فيه مع بعضنا، لكن حضرتك لو شفتي حياة البؤس التي يعيشها هؤلاء، يعني حالة المفروض احنا كمسلمين كإنسانية، مش شرط مسلمين، احنا كبني آدمين، كبني آدمين. انا كإنسان كبني آدم المفروض انا اللي انا اشوفه قدامي ده لابد ان اعطيه، ان اساعده، ان اكون بجانبه واعطيه ما يريد. صحيح. وخاصة اذا كان الماء. طيب هنشوف تقرير ونرجع مرة تانية. اتفضل. بقيت 8 سنين النهاردة مش لاقي بقى مية اشرب، مش لاقي بقى مية اشرب. انت عارف المية دي حياة النفوس، من غير المية هنموت. ما جبنا له تميه واجي لحد هنا ببقى بطلانه خالص، ويا سوا عطتني يا سوا ما عطتنيش اللي داخله لها على الصبح دي. زي ما احنا شفنا
أبونا الكبير اللي مش قادر يشيل جرك المية وروحي من المية من على بعد 3 كيلو وأمنا المسنة، عاوزين نرحم هؤلاء ونحفر لهم بير رحمة بهم. وانا راجل كبير في السن باخدي جيركن برحم ده. طب جيركن بجيركن يا باشا، طب هيكفينه ميه ولا سائيه ولا غسيل ولا طبيخ ولا كافيش ولا يمكن بعوض في البيوم 3-4-5 مرات 6 مرات كده رايح جاي. وانا يا باهي بطلان ولا فيش مروه. بس انت لو تسمح اوري لك البيت اللي احنا قاعدين فيه، شوات بص حاطينهم والشوات النور حاطينهم وعشان خاطر اي نقعد فيه، ما معناش يا باهي والله، وكلها على الله. الست اللي قاعدة ببيتها وبتفتح حنفيتها وتلقى ميتها تحمد ربنا وتشكر، فاحنا بنجيبها من آخر الدنيا والله، كل يوم أجيب 3 نقلات من آخر الدنيا. بس احنا عاوزين نقرب الموضوع شوية عشان نعرف هاي أنا مفيش موضوع شديد جيش بقولك من هنا لحد النخلة اللي صدر دي. ده نعمة، أكبر نعمة، اكبر نعمه ان الماي، واحنا عندنا ما ناكلش بس نشرب الشط الماي. انت لما تكون ماشي في طريق وعشان تقدر تمشي ما نقدرش نمشي من غير بق الماي. طلباتنا ان انت ادينا شويه ميه حلوين، تعملوا لنا بير حلوه، تطلع لنا ميه حلوه. احنا قبل ما نمشي من المكان ده من محافظه بني سويف عطينا للناس وعد ان احنا ان شاء الله نعمل لهم اتفاق ذاتي من الابار عشان يحصلوا على ميه نظيفه، وان شاء الله نرجو من اهل الخير ان هم يجعلونا عند حسن ظن الناس دول، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. ساهم في فعل خير، ساهم في حفر بير يكون لك يوم القيامة سقيا من الرحيق المختوم. نكمل كلامنا مرة تانية مع الشيخ محمد رضا عبد العزيز من علماء الأزهر. برحب حضرتك مرة تانية، وشفنا التقرير وشفنا قد إيه موضوع أو ملف المية بالنسبة للمواطنين اللي في القرى اللي ما فيهاش مياه قد إيه موضوع حياة أو موت بالنسبة لهم. يعني هو الأماكن دي يعني مثلا أماكن زي بني سويف دي يمكن في الاستطلاع لقينا فيه بالخمسين بيت والأربعين بيت ما فيهمش مياه خالص، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. يعني تخيل حضرتك لو بتعملي وصلة ب3000 جنيه أو بتحفوري بير ب25000 جنيه هتشربي من الرحيق المختوم، شكله إيه؟ وضعه إيه؟ ده الأفضل من كده الرجل الذي يسير في الصحراء وبعدين أوشك على الهلاك، ينظر يمينا ويسارا ولا يجد ما يبعث فيه الحياة، وفجأة وجد بئر فنزل يشرب من البئر، ثم خرج بعد أن ارتوى، ودايما تذوق الماء ليس باللسان ولكنه بارتواء للكبد، لأن زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لنا في كل كبد رطب أجر. طيب هذا الرجل خرج من البئر وإذا به يرى حياة جديدة أعطاها الله له بشربة ماء، فنظر فوجد كلبا يلهث ويلحس في التراب، فنظر إليه فقال لقد بلغ به ما بلغ به من العطش، ففكر يعمل له إيه، لم يجد إناء ليضع له فيه ماء، ففكر في أن ينزل ويخلع خفه ويملأه ماء ويسقي به الكلب، ففعل هذا فغفر الله سبحانه وتعالى له. يعني إذن سقيا الماء دي ربنا بيغفر بها الذنوب، ربنا سبحانه وتعالى بيدخل بها الجنان، يسقي الإنسان من الرحيق المختوم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذه البئر على بئر رومة ببئر في الجنة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان سريع في المبادرة إلى فعل الخير وعايز كل شيء للآخرة. ما حضرتك أصل إحنا عندنا يعني الملكية بتاعتنا قسمين، قسم بيكون ليه اللي أنا بدخره لنفسي في الآخرة اللي أنا بعمله بأي عمل خير أقدمه لنفسي، وقسم يبقى للورثة
ده بيتنوا عشان خلاص الانسان بيسيبه مش بتاعه، لكن اللي بيكون بتاع الواحد مين؟ مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت. علشان كده كان دايما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ساعه ان قال من يشتري هذا البئر ببئر في الجنه، بادر سيدنا عثمان واشترى بئر روما ببئر في الجنه. البئر ده كان لواحد يهودي، واليهودي ما كانش راضي يبيع البئر، فعرض عليه سيدنا عثمان فخد منه نصف البئر، اشترى منه نصف البئر، فكان يسقي الناس في النصف بتاع اليوم بتاعه، واليوم بتاع اليهود ما حدش يشرب منه، لحد ما باع البئر كله واصبح كله لسيدنا عثمان، وجعله وقفا يشرب منه المسلمين وسبيل يشرب منه المسلمين الى يوم القيامه. طبعا سيدنا علي بن ابي طالب اشترى مكانين ضيعتين وقال اني قد جعلت هذا هاتين لاقي وجهي بهما حر جهنم يوم القيامه. يبقى الامر محتاج ان انا اعمل لنفسي مستقبل، اضع لنفسي يعني المال اللي انا بملكه ده مش هاخده معايا، لكن انا اعمل لنفسي شيء بدل ما اترك المال ولا اجد في اخرتي شيئا ينفعني افعل كما فعلت الصحابه رضوان الله عليه، سيدنا عثمان، سيدنا علي، معظم الصحابه رضوان الله عليه. طيب هنكمل كلام بس خلينا نشوف تقرير ان شاء الله. نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الناس هنا حياتها الصحراء والطبيعة، بعضهم بيعيش في خيام حتى الآن عايش في الخيمة وبيرعى الغنم، وبعضهم التاني بدأ يبني بيوت بسيطة جدا. محتاجين للماء ومحتاجين للأبيض. حريصين انه يتم في اسرع وقت. يمشي 5 كيلو 10 كيلو علشان يجيب ميه عشان يشرب. ما تحسبليش انت تقول لي ده هتكلف 35000 و 40000 و 50000 على يومين، لا احسب البير ده عملته تكلفته هيقعد كام سنه. عايزين تخدمونا اعملنا ابان. احنا عايشين على المطر. العيال تقعد بتعيط بالليل لحد ما يطلع الصبح عشان تمشي تجيب ميه من بعيد يعني. من غير البير ممكن يكون ما فيش حياه. لما بتحفر بير بتعمل عدد كبير من المعروف وابن الخير للناس دي. حضراتكم في مؤسسة نبض الحياة بتحفروا آبار باسم الآبار الارتوازية صحيح؟ نعم. طيب يعني ايه آبار ارتوازية؟ هو بئر بيبقى زي بينزل حوالي بتاع 60 متر 65 متر بس بيطلع ميه بقدر كبير خدته لحضرتك عشان يكفي اكبر قدر، لان بنعمله مثلا كل شارع يبقى له مثلا بير بيتحفر له بير ويتعمل له حنفيات وعشان نوفره على الناس ونيسر عليهم ان توصلهم المايه ازاي. فطبعا وده دايما بيكون سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الاجر للانسان يوم القيامه، يعني مش الانسان بس اللي بيشرب، يعني من حفر بئرا فشرب منه ذو كبد سواء من جن نفسه، جن أو إنس أو حيوان أو طائر، إلا آجره الله يوم القيامة. ربنا يديله الأجر، فربنا بيعطيه الأجر يوم القيامة. فعلشان كده إن أي إنسان بيحاول يساهم في بئر أو يشترك في حفر بئر، الله سبحانه وتعالى يجعل له أجرا يوم القيامة. الله يسقيه من الرحيق المختوم يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يرحمه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدايما في مؤسسة نبض الحياة بنبحث المكان احتياجاته إيه، وصلت مية يبقى وصلت مية، حفر بئر توزيع يبقى حفر بئر في الصحراء زي مرسى مطروح أو الوادي المقدس في سانت كاترين
عشان يعملوا ماء الشتاء يتجمع فيه ويشربوا منه طول السنة ماشي. يعني أي يعني أنتوا بتشوفوا أو حضرتكم بتشوفوا الوسيلة أو الطريقة المناسبة للمنطقة دي وبتعملوا فيها المشروع. نشوف احتياجاتها إيه ونعمل الاحتياجات اللي الناس ما يحتاجها. طيب شيخ محمد، أنا طبعا مقدرة يعني أهمية وحجم الموضوع، إن إحنا بندي يد وبندي حياة لأسر كتيرة ولقرى كتيرة ومناطق كتيرة. أنا محتاجة حضرتك، الكاميرا معاك، رسالة للمواطنين وللناس اللي بتشوفنا. أنا بوجه رسالة لكل السادة المشاهدين، يعني يمكن الله سبحانه وتعالى دائما أقولها، من وفقه الله إلى أن ينفق ماله في سبيل الله فقد رضي الله عنه. يعني الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ويتبرع لأن يسقي إنسانا أو يحيي إنسانا، ده ما بيحيش الإنسان بس، ده بيحيي الإنسان والحيوان البيت كله، وبعدين ما بيحيش جيل واحد، ده بيحيي أجيال سواء كانت وصلت مية أو بير أو أي شيء، مش اللي عايش دلوقتي بس، اللي عايش دلوقتي واللي بعد كده. فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، فأقول له هنيئا لك، ودائما أبشر أهل الخير بأن الله سبحانه وتعالى برضاه عنهم قد وفقهم إلى أن يتبرعوا وإلى أن يكونوا مساهمين في سقيا الماء، لأن هذه أفضل الصدقات كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل الصدقة سقي الماء. حضرتك رحت قبل كده قرى بعد ما دخلتوا فيها المياه؟ طبعا طبعا. يعني بيتعامل معاكوا ازاي او ردود افعال الناس تكون ازاي؟ فرحه وبهجه، يعني هم سبحان الله هم ما بيبقوش، يعني الناس ما بتبقاش في يعني بيبقى، شفت الحلم حضرتك، انسان بيحلم ان يبقى عنده ميه، يعني واحد مش محروم من الميه وبعدين بيحلم ان يكون عنده ميه، ويوم ما نكون مثلا بنعمله استكشاف ونشوف الناس والاماكن دي، وبعدين يوم ما نروح ندخله بقى الفرحه بتبقى شكلها ايه. الناس مش مصدقه ان نوصلوا لهم الميه وان بقى عندهم ميه وبيفتحوا الحنفيه ويشربوا ميه من البيت. دول ناس غلابه، ناس فقراء، وبعدين دول عيال الله، يعني دول الفقراء عيال الله، فاللي بيكرم عيال ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمه، واحنا لسنا اكرم من الخالق، ولكن الخالق سبحانه وتعالى حين ينظر انسان الى الضعيف، انما ترزقون وتنصرون وتجبرون بضعافكم وفقرائكم. اشكرك الشيخ محمد رضا عبد العزيز من علماء الازهر الشريف، وحضرتك كنت معانا النهارده بنتكلم عن مؤسسه نبض الحياه. بشكرك وإن شاء الله نلتقي مرة تانية، وبنتمنى لكم طبعا التوفيق، وإحنا عارفين إن حضراتكم بتقوموا بواجبكم ده بالتضافر والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. شكرا فندم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الثلاثاء القادم يتجدد معادنا في أنت المحور، إلى اللقاء.